انا خلاص البلد احتلوا، لو كان هناك في قوس ولا جردل ولا جركان ولا طشت يبلوه ويبلوني انا ويبلو الدوله. انا ذاتي القاعد في الاتحاد الاوروبي، ما كلنا يعني في النهايه يعني الواحد بندفن فيه ترابه، يعني في النهايه يعني كلنا هنموت وهنندفن في ترابنا. لو الجنجبيل استلموا البلد ما بيخلوك، حتى لو مت في الاتحاد الاوروبي ما بيخلوا الجثه تنزل في السودان. بقول لك الزول ده ما تابع لنا، ما بنعرفه يا دول، دي دولتنا هنا. عرفت كلامي؟ فانا لا يمكن لا يمكن اجامل في المحل في المحله دي على الاطلاق. ونحن مقدورين، الجنينه مقدور عليه. وابشركم يا جماعه، الناس اللي شفتونا القاعدين في تشات والله 8 كمين، 8 كمين مواطنين ازل، يمكن شايلين لهم بندقيه بندقيتين وضربون. وانتوا عارفين الجنجويد بس يلقوا فرصه بيصوروك ومربطوك في الواطه ونحن وبتاع ونسوار ومزغلط وبتاع. لكن في نفس اللحظه يا جماعه انا داير اديكم حاجه كده، ناس تعمل لنا شير اوضح لكم الموضوع واجيب لكم الموضوع بتاع اللي انا في حاجه ثانيه، في حاجه هاي قبال ما نخش في الموضوع اللي انا ده اوريكم انه الناس ديل تعب بتاع الخميس ده اخذوه. تتذكروا النوبه؟ كانوا النوبه بؤر، ما في زول يفهم بؤر دي شنو يا جماعه. احمد وضيها لنا معنى بؤر شنو؟ بؤر يعني بؤره يعني كيمان كيمان، يعني نوبه كانوا بؤر بؤر كيمان كيمان. يوم دقوا القهوه كف يتوحدوا في كتله واحده. لاحظتوا الحته دي؟ دار اندوكا بالتحديد، يعني الناس برضو كان في ناس تابين لخميس عشان احط عليك تخ وبعدين اجي الخص الموضوع، وفي ناس تابين لمنصور ارباب، وفي ناس تابين للريع، وفي ناس تابين لبتيخ، وفي ناس تابين لطماطم. كتلة خميس دي كلهم ناس الجنينة، كلهم تابع لفلان ولا بتاع زي النوبة دي بيجوا كتلة واحدة. لاحظتوا للحتة دي؟ والجنجويد الله أكبر عليه. الناس دي اللي كانوا في الجنينة كانوا قاعدين يشوفوا المواطن ده، كانوا قاعدين يشوفوا النسوار الأزل وكده وبتاع. النسوار دي الحسي والله ربنا حفظهم، اللي اتكسر اتكسر واللي اتعوق اتعوق. تشات يا اختي بلادي استلموا من التشاديين، خشوا العلاج في المستشفيات. تحياتنا لناس ادري جابوا لنا البصل والزيت وحسي قاعدين ياكلوا. وبعد ده العين تشوف العين، العين شنو؟ تشوف العين. بعد ده بعد ده دق من طرف يا جنجبيتي، نسوان كلهم قدوا تك الفتره ذاته وقفوا مارقين. والناس دي شفت نار جهنم. الجنجبيت حسي ده فاتوا وين؟ وليه ما بيتكلموا؟ لا يتكلم والله، لو ما كان يتكلم وانا عندي مقطع هسي قاعد معي هنا اوريك له ذاته قالوا شنو. والله العظيم بيجوا يفتر في كتله واحده زي دي. الخلاف زي شفت شغلت النوبه دي يوم دقوا لقاو النوبه بيجوا مش كتله واحده، بيجوا جسد واحد زي ده بس. طيب قبال ما نلخص الموضوع ونرجع للحركات المسلحه ونحط لك الكلام ده ذاته ونقاط ونجيب لك عدم التوافق الناس ليه ما قدرت تتوحد، خليه عندي واحد ابو جنيفيد قاعد هناك اسمه ما اعرف منو كده وقاعد في الدمازين. انا جاي والليله بنظم لك اسمه منو يا جماعه؟ الزول ده شايفينه يا جماعه؟ ده جنجويتي. الجنجويتي ده كان انا ضربته ضربه من حديد رد علي على الفيديو، رد علي فيه ذاته قاعد. اما ده يا جماعه اكتبوا لي اسمه، نسيت اسمه. المك ابو شوتال، ايوه المك ابو شوتال. المك ابو شوتال اي والله يا اخي انت برضه زي برشم، الله يرحمك الله يرحمك الله. ليه انت عارف ابو شوتال يتمرد بقى؟ يعني انا والله مستغرب جدا، يعني ممكن الزول يتمرد يلقى معارض انه واحد اثنين ثلاثه لاسباب بيعرفها هو او مظلوم وكده من الدوله، لكن زول يتمرد ويقعد مع الجنجويد دي بس انا والله ما بحبها. يعني على فكره ابو شوتال يتمرد من حقه، لكن كمان ما ممكن انت ما تغلق يا ابو شوتال يعني تمرد براك، يعني ما ممكن انت تتمرد وتلقى مع الجنجبيل. يا هو ده ابو شوتال يا جماعه، ادار عربي السودان، ما في سوداني شريف ونظيف انت معك تتمرد. انت ابن النيل الازرق وانت المك ابو شوتال، عندك الحق تتمرد وتاخذ حقوقك كامله حق اهلك، لكن تتمرد تلقى مع واحد غازي البلد، واحد جنجويت يعني انا ما اعرف الناس دي بفهموا كيف. والله القلم ما بزيل بلم والله. يعني في النهايه انت ممكن ناس النيل الازرق ده الكتار ملايين عملوا حركه افجقوا البرهان افجقوا خير، المهم جيبوه حي وكلونا على كيفهم،
لكن انت تتمرد وتمشي تقعد في نص الججويد، بالله عليك الله، بالله عليك الله، ده يا دموخ يعني. ها الله، لكن يا جماعه الناس دول بيلفوا 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 بقوا جنجويد، بيلفوا 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 بقوا جنجويد. انا قاعد استغرب جدا في الموضوع ده على فكره، يعني ما في طريقه. طيب نلخص اللايف يا جماعه، نلخص اللايف، تحياتنا للدعم والناس اللي دعمونا، انا بشكركم جدا. طبعا انا لما اراجع اللايف بلقى الاسامي بتاع الناس اللي قاعد يدعموا اللايف ديل كله، قاعد اديهم سبورت يعني، تحياتنا شكرا لكم. وصفحه كده انت عارف بتكون قويه. طيب قبل ما نختم اللايف، الناس تعمل لنا شير، ولسه قبل ما نختم اللايف في نقط، في نقاط مهمه جدا، نقاط مهمه جدا. انا قلت لك مع الجيش، واقف مع الجيش وسنده وظهره، وما بنخلي اي فلنجاي واي كلب شفتها ادو حاجه ناس الدعم السريع يقدر يشوق الصف. لان الجيش بدق عليه الجنجويد، صح هاي، وانا الجنجويد ضدي، ضرب اهلي، حانم، بشتنهم، قاطعين ماشيين اكتشاف زي ما شفتوا الفيديوهات. كون الجيش يكمل الجنجويد انا كويس معي هنا، بس بتفق مع الجيش في النقطه دي بس، وبتفق معه في الوطنيه، وبتفق معه انه الغزو ده لازم يندق، بس نزلني هنا. بعد ذاك انا المظلمه حقتي برفع، ساعدني ساعدني ما ساعدني برضه قاعد يدق يقسم ظهر الجنجويد بيغالي طبعا، صح هاي، نزلوني هنا. ده نقطه مهمه جدا ونمشي قدام شويه. طيب السبب اللي خلى الناس اهل دارفور تعالوا لي قريب يا جماعه، اللايف ده ما ينزل، تعالوا لي قريب، واسمه النظيف هذا. السبب اللي خلاكم انتم ليه تاريخ الليله، يمكن الكلام ده طرحناه امس، لكن الليله بنطرحه بشكل كده ممتاز جدا. السبب اللي خلى الناس انه زي ما قال ابو رحب قبل شويه، بؤر بؤر، قطاع قطاع، كلنا كده نلوم نفسنا، كلنا نشوف الفور دقوم نربوا ايدينا والدور جاينا، نشوف الزغاوة دقوم نربوا ايدينا، نشوف الايرينا دقوم نربوا ايدينا، نشوف الداجة دقوم نربوا ايدينا، نشوف البرقو دقوم نربوا ايدينا، نشوف المساليد دقوم نربوا ايدينا. طيب ف ليه المشكلة دي؟ يعني نحن عدم فهم، ما فاهمين المشكلة وين يعني. طيب انا بديكم اقتراح، بدل اصلا الناس ما دايره يعني تقوم دقه واحده تمشي عشان تعمل مبادره اي منطقه دقوه، عشان برضه يكون عندك دين. طبعا يوم الايرس في دفتر كده بيسجلوا الاسامي، الاسامي ده الدفتر ده بدول العريس، بعد ذاك ده دين، لما في واحد يعرس بقوم بجور الدفتر بشوف فلان ده دفع عليه كم، دفع عليه 50 وبيدفع لي 100. لاحظتوا الحته دي يا سودانيين؟ طيب خلي الناس تعمل مبادره يكون لك دين، تدق تلفون يا جماعه، هوي هوي هوي، علينا قبل ما وقفنا في معركتكم، قوم قبال ما تدقوا لهم تلفون بجوكم، ديل يساعدوا ديل، ديل يساعدوا ديل، ديل يمشوا لديل، ديل يمشوا لديل. اذا ما دارين تمشوا عديل كله كله على الحركات ديل ملخبطين لكم رئيسينكم، او نتيجه بتاعت جبن او كده او كده او التفاصيل ده، موضوع بسيط، اي زول في محلاتكم ده دقوا نار، دقوا نار بلوا في محلاتكم ده، دير يدقوا بجاي جبل، يدقوا بجاي ناس الجنين، يدقوا بجاي ناس الفاشر، يدقوا بجاي ناس نيالا، يدقوا بجاي ناس زالنجي، يدقوا بجاي شرق الجبل، يدقوا بجاي ناس كاس، يدقوا بجاي ناس اي محل فيه جنجويد انتوا بيلوا. بس اذا رفضتوا قلتوا يا اخي نحن ننتظر لما يجونا الجنين، موضوع محسومه، ناس الجنين قادرين بيحسموا الموضوع وبحسموا الفوضى دي، الجنجويد طوارئ قالوا ثاني ماشيين شنو؟ اتجاه جبل مون عديل، قالوا عديل، قالوا بعد ننتهي من الجنين، والجنين طبعا ما بتنتهي، فطوالي برجعوا اتجاه جبل مون، لما رجعوا اتجاه جبل مون الناس دي بدقوم دقدخن، برجعوا طوالي جايكم الدور جاي، انت بتاعي ليه ده الدور جاي، والله الدور جاي، انت شفت بتاعي ليه ده الدور جاي. يلا بعد ذاك احنا نجي نتكلم نقول والله يا اخي ثاني في اللايفات نقول شنو؟ نقول يا جماعه احنا طرحنا الفكره انه الناس كلهم يدقوا او يتوحدوا في كتله واحده ويمشوا نفير، والناس رفضوا، صح هاي؟ والله يا جماعه الليله في منطقه فلان دقوا والله، هاي ونمشي طوالي قدام، مش قاعد نقول لكم انا امشي قدام في اللايف، هاي والله انت عارف الليله دقوا منطقه فلان نزهوا، بس طوالي نقول لك نمشي قدام، نشوف اللايف ده نمشي فيه نكمل الموضوع طوالي. اللايف هيكون كده ثاني، يعني نعمل لك شنو يعني مثلا؟ يعني نجي نكورك ثاني مثلا نقول دق، والله بدقوا،
انا حلفت لكم والله اقسم بالله وان باي وان. ذكرتوني ذكرتوني يا جماعه في مقطع صوتي هنا انا سجلته عشان لانه ناس الارض هناك اتصلوا علي قال لك الجنجويل حدد ثلاثه منطقه. انا ما كلمتك انا ما كلمتك انا ما كلمتك قبل شويه قلت لك الجماعه دي بدقهم. طيب اسمع هنا سجل عندك ورقه وقلم سجل. كاس وتور وبلبل كاس وتور وبلبل يلا يا ناس بلبل يا ناس بلبل يا ناس كاس وتور. الدور جايكم الدور مو جايكم الدور جايكم عديل والله جد يا ناس كاس وتور وبلبل الدور جايكم. قالوا لناس كاس اي زول ما قالتني امشي اسمع امشي اسياس على الزول من تور ولا كاس. قال لي ما نحن الجنجويد بقينا جعانين وتجهزوا لنا 120 شوال ايش وزيت وسكر واي حاجه ولا انا هريكم. كاس وتور وبلبل ديل ثلاثه. اي زول عندك ورقه وقلم سجل الكلام ده وخليه معاك انتظر بس اسبوع اسبوعين. كاس وتور وبلبل صح ولا ما صح يا ناس بلبل وناس كاس وتور. جوكم عديل عند الاخبار انا بشمشم طوالي. قال لهم 120 شو على ايش؟ قال لهم احنا بقينا جعانين وخميس امي شالوا تعرف موضوع بتاع جنينه ده اطلب منه خلاص ده انتهى. ضربهم لك ضربه بالدق الدخن سكت ساكت الجنجويت كرسوا ابوا يتكلموا لكن في واحد منهم من عصر يتكلم هذول يتكلم لك نجيبه كاس وتور وبلبل. قال لكم تجيبوا 120 شوال ايش وسكر وبصل وطماطم وكركديه المهم الله جعل. كشف الدارفوري بدق هنا بعشاي بنط هناك بدق هنا بنط هنا بدقم ده بدق ده بمشي لده وهم قاعدين بس لا بيتوحدوا لا بقوموا حمله للجنجويد. طبعا داري يخشوا الجنه، الجنه ده في واحد قاطع تذكره فوقه